السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. من أكثر الوصفات شعبية عندنا وقوية أيضا هي طبعا جلب الحبيب بالشمع، معروف، وبالأخص إذا كان بعيد، إذا كان يعني من مسافة بعيدة. وصفات قوية عندنا لجلب الحبيب بالشمع، أيضا تصلح لي التهيج، لأن أغلبية جلب، إذا وقع التهيج يقع الجلب. فماذا سنستعمل؟ نستعمل أول شيء أثر المطلوب، إما أن تكون صورته أو أثره أو أي شيء من ملابسه القديمة التي بها عرقه، أو العكس عرقها، أو الصورة أيضا، أو أي نوع من الأثر. ماذا سنفعل؟ نأخذ ذلك الأثر ونحرقه ونأخذ الرماد، حتى لو كان ثوب نحرقه ونأخذ الرماد، ثم نأتي بقطعة مسك نحكها أو نجارة المسك أو يعني دقيق المسك، ثم نأتي باللبان الذكر الحر، ثم ندقه ونعمل مثل الخليط ما بين المسك واللبان الذكر والأثر المطلوب المحروق رماده، ثم نخلط الجميع بزيت يكون بلا ملح، يعني مثلا أي نوع من أنواع الزيوت التي مثلا زيت اللبن، مثلا زيت الأرغان، مثلا زيت المسك كويس، هذا زيت اللبن وزيت المسك من أفضل الزيوت دون ملح، وإذا لم تجدوا استعملوا زيت الزيتون دون ملح أيضا، بدون ملح، الملح ممنوع. ثم تدهن الشمعة على صفراء، شمعة صفراء، ومن الأفضل تكون من الشمع الحقيقي، يعني من شمع النحل، إذا لم تجدوا استعملوا الشمع الأصفر العادي المربع أو المدور، إذا كان مدور تدهن الشمعة كلها من رأسها إلى أسفل، وإذا كان مربع تدهن بالخليط كل جنبات الشمع، ثم تشعلها ليلا بعد يعني في قبل منتصف الليل تشعلها، فإن المطلوب ينجلب سريعا. شكرا لكم، إذا أعجبكم الفيديو ضعوا له الإعجاب، اشتركوا في القناة، ادعوا أصدقائكم يشتركوا في القناة، وكذلك هذا الفيديو سيكون على قناتنا في التيك توك بنفس الاسم. شكرا لكم والسلام عليكم.